بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنهنئ الجميع بالشهر الكريم، و نتمنى لهم دايما صوما مقبولا وتغذية صحية إن شاء الله. دكتور سيد حماد، زميل التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية. النهاردة يمكن بنحاول ندي فكرة سريعة أو نتكلم بشكل سريع عن ازاي نعرف نتسحر صح، او السحور الصحي بالنسبه لنا. السحور الصحي مهم جدا لان ده الاساس اللي احنا بنبني عليه اليوم بتاعنا. احنا بنصوم حوالي 16 او 17 ساعه تقريبا في التوقيت الحالي، وده بالتالي مطلوب تجهيز او مطلوب اعداد للجسم بشكل جيد، مطلوب ناخد كميه كافيه من الاحتياجات الغذائيه بتاعتنا. واعتقد يمكن السحور هيشكل الركيزه الاساسيه او الجزء الاساسي في الموضوع ده. يمكن وجبة السحور أهميتها تتعدى وجبة الإفطار اللي احنا كنا بنهتم بيها وبنعد لها ما لذ وطاب. لا بالعكس، احنا يجب ان احنا نهتم بوجبة السحور أكتر من وجبة الإفطار، لأن هي دي اللي هتعدنا للصيام، وهي اللي هنقدر نكمل بيها اليوم الرمضاني على خير إن شاء الله يا رب. فاحنا أول حاجة أو أول نقطة مهمة جدا في وجبة السحور هي تأخيرها إلى ما قبل صلاة الفجر. يعني بننصح الجميع أنه يؤخر السحور قدر الإمكان، يعني قبل الفجر بساعة أو بأكثر قليلا، بحيث إحنا نقدر ناخد وقتنا في الأكل وتناول الوجبة الصحية اللي هنقول شروطها دلوقتي، ويبقى عندنا وقت لحد ما تناول بعض المشروب أو بعض الحاجة قبل صلاة الفجر، وبالتالي بنأخر أو بنقلل ساعات الصيام. يعني بنصوم الساعات المفروضة علينا فقط، ما بن... لأن في بعض الأسر أو بعض العادات اللي احنا بنخطأ فيها إن احنا بنتسحر بدري في بداية الليل أو في منتصف الليل، وبالتالي بنطيل فترة الصيام وبنحرم نفسنا من أجر صلاة الفجر في وقتها. طبعا دي أول نقطة. النقطة الثانية، يجب أن وجبة السحور تكون محتوية على الوجبات أو على الأصناف الرئيسية اللي بتعطينا إحساس بالشبع على مدار اليوم، بتقلل من إحساسنا بالعطش، بتدينا قدرة على الإرواء، بتدينا الفايدة الصحية المرجوة أو المطلوبة بالنسبة لنا كأفراد أو كاحتياجات خاصة لكل واحد مننا. المجموعات الغذائية اللي يجب أن تتوفر في وجبة السحور هي المجموعات الأساسية اللي بتمد الجسم بكل احتياجاته، سواء من مصادر الطاقة أو من مصادر الأملاح المعدنية والفيتامينات، ودول بيتلخصوا في 6 مجموعات أساسيين نقولهم بشكل سريع عشان السادة المشاهدين يكونوا متابعينا. أول مجموعة مجموعة الخبز والنشويات، ودي هتدينا كمية كبيرة جدا من الكربوهيدرات، ودي مطلوبة بالنسبة لنا. بنقول أمثلة سريعة عليها زي العيش، زي الأرز، زي المكرونات، زي الحاجات دي. فبلا حتى بنتكلم في وجبة السحور، فبالتالي هيكون أنسب اختيار لنا هو العيش بأنواعه وبأصنافه المختلفة. بعد كده بتيجي وجبة أو بتيجي مجموعة البروتين، ودي بنقدر ناخدها من مصدرين، إما مصدر حيواني أو مصدر نباتي. لو اتكلمنا على مصدر حيواني ففي الغالب بيكون اللحوم أو الأسماك أو الدواجن أو حاجات زي البيض زي الأجبان، كل دي مصادر حيوانية. هذه يناسبنا قوي في وجبة السحور، المصادر الحيوانية اللي هي خاصة البيض الأجبان، دي هتكون مصدر جيد للبروتين الحيواني. مصدر للبروتين النباتي وده مهم جدا أن يكون موجود، البقوليات، ويأتي على رأسها طبعا حاجة زي الفول المدمس، دي من ضمن الحاجات الجيدة جدا اللي بناخدها، بتديني احساس بالشبع، في نسبة عالية من الالياف، محتوي على عنصرين مهمين او شقين مهمين، شق الكربوهيدرات اللي كنا بناخده من النشويات حتى او مصدر نشويات، ومصدر جيد للبروتين. ولكن يجب دايما ان احنا نضيف عليه بعض الاضافات الخفيفة زي الليمون، نستخدم معاه السلطات الخضراء عشان نقدر نستفيد من القيمة الغذائية بتاعته اقصى استفادة. بتيجي بعد كده مجموعة الخضروات، ودي مهمة جدا، اما بناخدها في شكل مطهية، ودي غالبا بتكون في وجبة الافطار، او بناخدها في شكل خضروات طازجة، ونركز قوي في حتة الطازجة دي وخاصة الورقية، لان الورقية هتدينا احساس بالشبع نظرا لوجود الالياف فيها، هتدينا الفيتامينات والاملاح المعدنية المطلوبة بالنسبة لنا، هتدينا الاهم من كده احتوائها على قدر كبير جدا من المية، وده بالتالي بيقلل من الاحساس بالعطش او بيدينا فرصة للارتواء، بالاضافة للفوائد الصحية الكتيرة الخاصة بيها.